من داخل الاستوديو قصة مختلفة وامرأة أيضا وأم مميزة ومختلفة. المرض قد يضعف الإنسان ولكن ربما يزيده قوة. المرض هو الاختبار الحقيقي ليس فقط للمصاب ولكن أيضا للمحيطين به. ضيفة اليوم من كانت الدواء للداء، واجهت مرض تعرض له طفلها وهو يبلغ من العمر شهرين. آلاء عرابي أم عبد اللطيف وبحر أيضا معنا من داخل الاستوديو. الله يصبحك بالخير. هلا، صباح النور. كل عام وأنت بألف خير بداية، وأيضا مبروك بحر مولود جديد. يسلم، شكرا. كل عام وانت بخير، وكل عام وامي وكل اميات فلسطين بخير، وخاصه اميات الأسرة. ونهم ان شاء الله السنه الجايه بيكونوا معاكم وبيهدوكم هم احلى ورده كمان ان شاء الله. ان شاء الله فعلا، يعني كلمات كمان منك رائعه. الا انت انجبتي عبد اللطيف وهو هلا عمره سنتين ونص تقريبا، وحتى بس أنجبتي هذا الطفل ما كمل، يعني ما وقف طموحك، كملتي وقررتي تدرسي ماجستير بألمانيا، ورافقك بهاي الرحلة عبد اللطيف. ولكن بعد فترة من وجودكم هناك تعرض عبد اللطيف لمرض، تحكي لنا شو اللي صار. أوكي، هي تجربة شوي كانت مختلفة. بالبداية كان في جرأة في السفر، وفي السفر مع طفل كان عمره وقتها شهرين ونص تقريبا، بس طبعا بدعم زوجي، يعني كان دفعني انه لا، كمل دراستك برا وما في اي اشكال، وكل شيء من يعني اللي عنده اراده بيسهل كل شيء في الحياه. فرتبنا وضعنا في المانيا، وكان كل شيء استقرار. وعبد كان فتره ما انا بروح على الجامعه، هو في المدرسه في الروضه في حضانه طبعا، ومشي الموضوع بشكل رائع لفتره لحد ما صار هو، بس اصح شغله، هو صاب المرض في عمر العشر شهور عفوا 10 شهور مش الشهرين، والشهرين كنا طالعين على المانيا. بعدها يعني في يوم معين صابه ارتفاع في درجه الحراره، ولحظي الرائع كان انه انا كنت بجنب المستشفى، فدغري اخذته وطلعنا على المستشفى وبلشوا علاجات فيه. طبعا بالبدايه اشي جديد علينا، فتوقعت انه يكون زي اي طفل، يعني درجه حراره وعابره، بس كانت صعبه كثير لانه انا كنت مع العيله لحالي، يعني من ناحيه عيله، ولكن كان في معي اصدقائي. بس كان اول رده فعل من الدكاتره انه قالوا لي يعني احنا خلال ساعات رح تفقدوا الولد، فاذا بدكم تعملوا اي تجهيزات تجهزوا حالكم لانه ما بنعرف قد ايه ممكن يضل. الحمد لله كان كل شيء تمام، يعني بلشنا رحلة علاج صعبة شوي. تاني يوم كان زوجي صار موجود عندي في فلسطين، في ألمانيا عفوا، هو بيشتغل كان هون، وقدرنا يعني شوي شوي شو شعورك نتخطى المرحلة هاي. شو شعورك بلحظة، يعني في لحظة من اللحظات تنحكى لك انه انت رح تفقدي عبد اللطيف؟ شوفي، انا كنت الصدمة كانت اقوى من انه الواحد يصدقها، يعني فانا كنت دائما اقنع نفسي انه هم عم بيبالغوا، لانه في المانيا بتعرفي الرعاية زيادة عن اللزوم بالذات للاطفال. فقلت يعني مش معقول، هلا كان عادي طبيعي يعني، ونزلوا له حرارته ومش الولد في وضع طبيعي. وكوننا ما بنسمع عن هذا النوع من الامراض او هذه الانواع من البكتيريا، هي كانت عنده بكتيريا السحايا واللي هي نادرة جدا، يعني ما تخيلت انه فعلا يكون يعني نتيجتها هالقد او بهالصعوبة هاي. بتعرفي بالاول كانوا سكبتيكال، ما مش حابين يحكوا الدكاترة انه شو ممكن يكون نتيجتها. اول شيء قالوا لك الشوك الكبير انه خلص يعني بدها توقف حياته، بعدين شوي شوي بلش يقول لك ممكن يصير في عنده يضرب الدماغ، ممكن يعني كل مرحلة كانت في صعوبتها. انت تخيلي كيف كل مرة بدك تتقبلي الصدمة، كل مرة بدك تتقبلي اشي جديد. يعني هم بالاول بيقولوا لك وفاة، بعدين شوي شوي ببلشوا ينزلوا لك الوتيرة، وبالنتيجة احنا يعني الحمد لله انه لساته عايش. الحمد لله بالنسبة للدكاترة يعني بيقولوا انه طلع في اقل الخسائر مقارنة في ايش هاي الحالة بتكون نتيجتها، اللي هو بتر في الاطراف. طبعا اللي بيسمع اللي ما بيعرف الموضوع بقول لك يعني اكثر شيء ممكن يتوقعه، بس لا يعني انا الحمد لله بقول الواحد رضيان في كل شيء. احنا رحله علاج كانت 5 شهور مع 36 عمليه عم بعملهم في، وهو هالحجم هذا يعني كانت كتير بيوند ان الواحد يتقبلها يعني. بس كيف احنا كمان يعني كمان زي ما حكيتي الواحد ما بيقدر يتخيل كيف، ولكن احنا كمان زرنا عبد اللطيف وعائلته ايضا. خلينا نشوف عبد اللطيف الرائع.
تجربة عبود كانت يمكن من أقسى التجارب اللي ممكن يخوضها إنسان في حياته، يعني تجربة قاسية بكل معنى الكلمة. كانت تقوم بكل مهامه كأنها أب وأم له، وكانت صلبة جدا في طريقة تعاملها مع التزامات الحياة، لحديث ما صار عندنا تغيير جوهري في حياتنا وفي نظام حياتنا لما مرض عبود. اتصلوا فيه الساعة 5 الصبح، قالت لي لازم أطلع على ألمانيا بشكل مباشر. وكانت آلاء هي الشخص المتماسك أكثر حتى مني أنا، يعني في التعامل مع المشكلة. وكانوا يقولوا لنا إنه ساعات يا إما بتوفى يا إما بعيش، وكانت هي صلبة جدا متماسكة وأنا اللي كنت مش قادر أتماسك، يعني كانت هي عنصر قوة لإلي. ولما دخل على العمليات طلع الدكتور حكى لنا لازم تاخذوا قرار إنه يا إما بنقوم بعملية البتر يا إما بموت خلال يوم يومين بيكون توفى يعني. فكان هذا أصعب لحظة يعني، وآلاء كانت شخص متماسك جدا في هذه المحنة. يعني العلاقة هي علاقة يعني متزنة، علاقة أب مع ابنه، من ناحية بدي إياه يطلع جاهز للحياة، إنه يكون إنسان طبيعي يتعامل بطبيعية مع الحياة ويكون مربي تربية صحيحة وفيها أخلاق وقيم، ومن جهة أخرى بده يكون كمان هو عنده احتياجات خاصة فلازم يكون راعي هذه الشغلة. بس أنا بالنسبة لي عبد اللطيف هو أهم شيء في حياتي يعني اليوم، أهم، وحبه فوق الحب الطبيعي بكثير يعني. بحكي لها لا أنت من قلبي وقطعة مني، وعبود قطعة منك، وإن شاء الله بقدر أحافظ عليك وعلى عبود مثل عبود بكون قطعة مني مثل ما أنت قطعة مني، وأحافظ عليكم مثل أولادي، وبحب تديري بالك عليه وكل حياتك يعني تكرسي حياتك لإله لعبود. أنتوا بخير لماما بابول، حبت أدري بحر زي أخوي، أنا بعشقك. الله يخلي لك يا شكرا. يعني بجنن عن جد، الله يخلي لك يا. وفعلا وراء كل هاي الطاقة الجميلة وهاي الحياة والروح، وعن جد زي ما حكيتي يعني طول الوقت وانت عم تحكي لي عنه، في أم كمان رائعة وأيضا جهود رائعة، من وين كل هاي القوة؟ إيش بتكوني تفكري بكل لحظات الضعف؟ يعني بتحاولي دائما إنه شوفي لما بتطلعي في عيونه وبتسمعي هاي الكلمات منه فعلا بنسى، يعني بقول الحمد لله وكأنه ما صارش إشي يعني. وكمان شيء تاني زي ما شفتي يعني الأهل دائما كانوا حوالينا، زوجي دائما داعمنا، ويعني أبدا ما منحس إنه إحنا عندنا طفل احتياج خاص، لا بالعكس هو إحنا بنعامله وكل اللي بيشوفوه بيعامله إشي عنده زيادة عن اللزوم، الحمد لله الله بياخد شيء وبعوض شيء تاني. كل الأهل والأصحاب ما قصروا معنا يعني سواء كان هون أو في ألمانيا، يعني أنا كان معي أصدقاء رائعين برضو في أصعب الأوقات كانوا واقفين جنبي كأهل وأكتر، وكله بيعطي دعم وقوة. وكمان ما بتعرف يعني في هيك أوقات الله بيعطيك قوة أنت تتخيليش، يعني لما تيجي تحكي القصة بتقولي يعني أنا بحكي قصتي أنا أو قصة خيالية يعني، بس أنه كيف قادري أتماسك هذا كله يعني الله بيعطيك والعيلة. يعني هذا بفسر كلمات ومعاني العطاء الغير متناهي، العطاء والحنان المقدم. ألا أنا نسمع منك أكثر، وفي أسئلة كمان كتير تتراود في ذهني، ويعني ممكن تكون أسئلة تتراود في ذهن كمان المشاهدين، ولكن من بعد هالفاصل ألا رح تضل معنا في الاستوديو. خلينا نتقل لموجز وراجعين. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك. من
نرحب فيكم مجددا مشاهدينا، وما زالت آلاء الأم الرائعة أيضا معنا من داخل الاستوديو. الشق الثاني لقصة نجاح آلاء أيضا أنه مع أنها أمضت 5 شهور داخل المستشفى، وزي ما شفنا عبد اللطيف الرائع كمان شفناه خلال التقرير، ولكن هي كمان قدرت تتخلص الماجستير تاعها. كيف قدرتي وأنت عم بتمضي هالقد وقت طويل بالمستشفى؟ هلا بفترة ما كنا في المستشفى طبعا نقلونا من 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 ولاية لولاية تانية. الولاية اللي كنت فيها اللي هي دوسلدورف كانت الجامعة موجودة فيها، وانتقلنا لمدينة تانية في مانهايم في الجنوب، يعني بدك تقولي شي 3 ساعات 3 ساعات ونص بيناتهم. فكان عندي تقريبا حاولت أخلص دوامي ليومين بالأسبوع، وكنت باستمرار أروح يعني بنص الأسبوع أروح على دوسلدورف أحضر محاضراتي وأخلص وأرجع، وأعمل امتحاناتي وأخلص وأرجع. هلأ اللي ساعدني كمان كتير طبعاً إنه عبود ما كان يبقى لحاله، قعدت والدتي معي شهر في 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 البداية، وأخت زوجي كمان قعدت معي كمان شهر، وأخوي اللي أنا بعشقه مش بس بحبه قالت عبود كمان قعد معي 3 شهور. يعني هذا كمان كان يهون علي اني في امكانيه اترك المستشفى واطلع، برغم انه عبد كمان يعني ما كانش وقتها صاحي يعني كومبليتلي، كانت تعرفي مع البتر وكذا محتاج لكميات كبيره من المخدر والمسكنات وينام كثير وقت طويل حتى ما يحس يعني في الاوجاع. مع ذلك كانت يعني شوي قدرت اروح واتنقل، وعملت رساله الماجستير وخلصت امتحاناتي يعني رائعة. عشان هيك على البلد، عشان هيك بنضل نحكي بدنا نتعلم منكم وناخذ من خبراتكم من قصصكم هاي الطاقة والقوة كمان اللي بداخلكم. تحكي لي عن عبد اللطيف أكثر، كيف أنت علاقتك فيه، كيف هو عم بقدر كمان يعني واضح إنه هو عنده كمان خفة دم رائعة، بس كيف عم بتأقلم كمان مع المحيط اللي حواليه المجتمع اللي بعيش فيه؟ يعني بشكل احنا ما كنا نتخيله، يعني احنا كنا مفكرين الموضوع كتير اصعب علينا. يعني بنبلش نفكر بتفاصيل صغيره عبد بيقطع عنها بطريقه احنا ما يعني نتفاجئ فيها. يعني اول ما رجعنا على البلد كان يمسك المصاصه بايد واحده ويرفعها، فانا كانت هاي اول صدمه لإلي انه شو عم بيعمل، يعني قادر لحاله بيرفض انه حدا يمسكه شيء يطعميه، لا انا بدي. فهو بيساعدنا، هو بيعطينا القوه عم بيكون يعني هلا انا كمان جاني بيبي جديد من اسبوعين، ف مبروك طبعا. عم بيدلله تسلم، عم بيدلله وبيلعبه كانه بيعرفه من زمان، يعني لبحر ماما وين اخوي، بحر وين اخوي، طعميه ماما، عم بيبكي سكتي، يعني كانه هو خلص كانه عارف الموضوع وقاطع. بتحسي احيانا انه هو اكبر منا، وهو فعلا عم بيتعلمنا كثير شغلات انا ونضال وقوانا وقوة علاقتنا في البيت. فما بعرف كيف سبحان الله هاي الأمومة بتخليكي إنه بتحسيش في أي وقت إنه أنا بقدرش أتراجع، لا بالعكس لازم أنا دايما أكون قدام وأعطي وما أسميش هذا عطاء، لأنه هذا دايما بتحس إنه أنا لسه بدي كمان، يعني أنا مقصرة لا بدي أعطي كمان شو بقدر أعمل له. فإن شاء الله يا ربي الله يقوينا ونضلنا معه لآخر لحظة، يكون طفل مميز، وإحنا مش رح نقبل إلا إنه يكون طفل مميز، مميز على المستوى الداخلي في فلسطين أو عالميا، لأنه عنده القدرة وإحنا أهل متعلمين، وإن شاء الله يعني رح نضلنا واقفين جنبه قد ما نقدر وأكثر. ويا رب الله يخليله، الله يخليله أهله، الله يخليله إياكي ألاء، ضلك نور وردة بحياته أنت كمان وزوجك أكيد، وإحنا فخورين فيكي وفخورين في عبد اللطيف، وهيك بدنا نستناه نستضيفه عندنا في البرنامج، واضح كمان إنه عنده قدرات رائعة. شكرا كثير لك على وجودك اليوم، شكرا لك، كل عام وأنت بألف خير، وكمان سعدنا بهاي المناسبة كمان أقدم لك هاي الهدية البسيطة، كل عام وأنت بألف خير يا رب. شكرا كثير لك كمان على وجودك وعلى وقتك إنك تكوني معنا، وفعلا في قصص نجاح وقوة كمان تستحق انه فعلا يتسلط الضوء عليها، وآلاء واحده من الامهات الرائعات المميزات ايضا. شكرا لك آلاء.